هي دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والطوارئ نظمها الهلال الأحمر فرع صبراتة بمشاركة 20 متدربا من مختلف القطاعات الخدمية بالمدينة. هذه الدورة التي تضم القطاعات اللي هو مديرية الأمن وجهاز الإسعاف والطوارئ وكشف فوج كشاف صبراتة. رأى الهلال الأحمر العمل الدورة الإنساني ودورة البحث في الإسعافات الأولية وفي الإنقاذ وفي الإغاثة أن يعطي دروس لهذه الشريحة حتى توفيق الغرض، لأنك أنت إسعافات الأولية كل مواطن محتاج أن يكون متدرب على إسعافات الأولية، وهذا دور الهلال الأحمر دائما دوره إنساني، دورها إنساني بحث. 4 أيام متتالية استمر فيها التدريب، حيث كان اليوم الختامي ببيوت الشباب بمناورة علمية محاكاة للواقع للفرق المتدربة. في الحالي في البرنامج الهلال الأحمر استفدنا منه دورات يعني كانت غايبة علينا، ممكن احنا نمارسوها في وقت في مكان يعني. وشكر وتقدير للهلال الأحمر على استضافتنا بهذه الدورة، وكان دورة ممتازة والحضور ممتاز وبارك الله فيك. تجهيز فريق كامل لأي طارئ في المدينة كان الهدف من التدريب، إضافة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية بالقطاعات الخدمية. وفي الختام تم توزيع شهادات للمشاركين وكذلك القائمين على الفعاليات.